السلام عليكم مشاهدينا الكرام، صحة عيدكم، عيد مبارك، وكل عام وانتم بخير، ينعاد علينا بالصحة والهنا علينا وعلى كل الأمة الإسلامية. مشاهدينا الكرام، اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك استقبلتكم في مطبخ الصغير تاعي اللي هو في منزلي باش نوريكم أطباق تقليدية اللي هي معظم العائلات الجزائرية ديرها في يوم عيد الأضحى المبارك. والأطباق الجزائرية هذه ما كاش بيت يخلى من هذه الأطباق اللي هما دوارة، بوزلوف، كبدة والمخ. دوك سيداتي نجوزو الطريقة تاع التحضير تاع الدوارة. الطبق الأول اللي هو الدوارة. سيداتي عندنا هنايا الدوارة بعد ما كنا غسلناها يعني فيديناها وغسلناها، دوكا جبناها هنايا، كاين سيداتي اللي زلطناها وكاين راح دوكا نزلطها معاكم. حنايا كل مرأة في العيد عندها طريقة خاصة لتحضير طبق تاعها. كاين نساء اللي يفضلوا يزلطوها وكاين نساء اللي يفضلوا يخلوها على حالها، يقول لك حنايا كي نزلطوها ما نحسوش بالبنه تاع العيد تاع الدواره. دوك حنايا انا شخصيا نفضل نزلطها. سيداتي نوري لك الطريقه كيفاش نزلطوها. نكون حضرت هنايا مقله ندير فيها ماء سخون، بعد ما نكون قطعت الدواره ديالي هكذا الى قطع نجيبها نحطها في المقله ديالي هكذا بعد ما يكون يغلي الماء. لو فات اللي ندخلها تقعد ما با دقيقه ولا نعاود نخرجها، ما تخليهاش طول سيداتي بزاف باسكو كي طول راح تيبس ماشي راح تقدري تكرطيها. تسمى انا نخليها شويه برك ونعاود نجبدها كيما راكي تشوفي سيداتي هكذا. نجيبوها هنا قدامك سيداتي، وهاي الطريقه اللي تزلطيها بها الدواره، يعني تنحي لها هذه القشره الفوقانيه. كاين اللي يحب يزلطها كامل، كاين اللي يحب كيما نقولوا ينقيها غير الفوق الفوق، ماشي شرط تنحي لها يعني هذه القشره كامل، تما تقدري تنحي لها غير الفوق الفوق. هاي لك الطريقة الأخت. أختي هاي لك بعد ما نكونوا يعني زلطناها كامل تولي بيضة على هذا الشكل، والمسار نتاعنا نقلبوهم نديروهم تاني كيغليو، نقلبوهم ونديروهم يغليو. ودوك نوري لك طريقه التقطيع تاع الدواره ديالنا. يعني اليوم انا راح ندير دواره طبق الدواره اللي هو البكبوكه. مبروك هذا العيد علينا. نجيبو مقص نحكموا الدوارة ديالنا. كاين كيما نقولوا كل واحد واش حاب يديرها، كاين اللي حاب يديرها دوارة، كاين اللي حاب يديرها عصبان، يعني كل واحد واش يحب يديرها. انا في عيد الاضحى هدايا العائلة تاعي كبيرة الله يبارك، يعني ذبحنا زوج كباش، نص وحدة نديروها عصبان والاخرى نديروها دوارة. صافي دوكاتي انا كاين اللي نقطعها كبيرة هكذا باش نديرها عصبان، وكاين نقطعها مرسوات صغار ديجا اني كنت قطعت الاولى ديالي باش نديرها دوارة. انا اليوم راح نحضر معاكم طبق تاع الدوارة. مبروك عيدكم هكذا سيداتي مرسوات صغار، ونقطعوا تانيك الغرنوك تاعنا بعد ما نكونوا تانيك غليناه. نوري لك برك الطريقه هنا يا الاخت كريمه هكذا. قطع قطعيها يعني قطع عشوائيه، ماشي شرط يكونوا متساويين. عندنا المسار التانيك ديالنا، كاين اللي يحب يديرهم كاين اللي ما يحبش يديرهم،
فاصل كل واحد وكيفاش يحب. شويه من المسار شويه من الدوار شويه من الغرنق شويه من مشحم باش يتلقى لنا شويه بنا. مبروك عيدكم يا شباب، مبروك عيدكم يا شباب. والدوار سيداتي ما تنسايش باللي عندها التاب الخاص بها اللي هو الكرويه، وحنايا الجزائريين نديرو دواره بالفلفل الدريس. يعني وكان ما يكونش عندنا فلفل الدريس نهار العيد يكون وجدناه. دوك نوريكم كيفاش نكون وجدناه كامل، ما نحسوش بالبنه تاع العيد. سمحنا هذه التحضيرات توجو نوجدوهم مقبل للعيد، نشريو فلفل الدريس، نشريو العكرين، نشريو الكرويه، نوجدوا الباسينات ديالنا، نوجدوا كيما نقولوا التحضيرات تاع كل العائلات الجزائريه. كل النساء هذه نهار العيد تحضرها هكذا. سيدتي تحط على الغرنوق الدواره، وعندنا هذه تانيك اللي هي كيما يقولوا لها العجايز تاعنا طلاقة النساء. هذه لازم تكوني كيما نقولوا غسلتيها مليح وفتحتيها. انا دوكا تاني كامل قطعتها هنا ما نقدرش نوري لك، يعني فيها كي شغل كيما نقولوا مريوحات وحده فوق وحده. لازم تكوني تنقيها مليح باسكو ماذا بهم يشوفوها منقيه. واحد العجوزه بكري، واحد العجوزه بكري جابت عروسه. نهار اللي جابتها قالت لها باللي باش نقي الدواره ديالها هي تتفاصل. والله ما نعرفها الحكايه مليح انا هذه تحت لاقه تنسى. نسمع يما تقول لي باللي زمان هي كانت تعلم فيها كيفاش نقي الدواره، تقول لي باللي زمان هذه اللي راكي تشوفي فيها اللي وريتها لكم دوكا تلق سبتها تلقوا نسى. ما نعرفش الحكايه اكزاكت مي هكذا يقولوا. كاين شي نساء بزاف يعني اللي كيما نقولوا يعني يقولوا حنا شاطرين ونعرفوا نقوا وكذا وكذا وكذا، والعجايز تاعهم يستخبروهم ايبا هذيك تبين لهم اسكو يعرفوا ينقوها ولا ما يعرفوش. شوفي سيداتي الدواره عندنا كرويه عكري ثوم وفلفل دريس هدايا. هذا نكونوا شمخناه نحينا له الزريعه وشمخناه ودرناه في الماء، ومن بعد هاتيك نحكمو. كاين بزاف اللي يحكمو مهراز مهراز كيما تاع ناس زمان، ويبداو يدرسو فيه يحكمو يشمخوه بيان كوم يلفو، ومن بعد يبداو يدرسو فيه يحطو في المهراز يحطو له شويه ملح ويبداو يدرسو يجيبو به هذيك ربع ساعه. وحنايا دوكاتيك الجيب تاع دوكاتيك الروبو نحكمو الروبو ونرحيوه يولي على شكل هذه الطريقه. كاين اللي يحب يدير له الثوم الداخل يدير له الزيت صافي. انت واش تحبي تدوزي الدريس تاعك كيما كاين اللي يحب يخليه صافي يدير له غير شويه ملح والثوم يديرو مع طيب. انا شخصيا نرحيه وحده غير بشويه ماء وشويه ملح، ومن بعد كي نرحيه نديرو في بلاره تاع السجاج وندير له شويه زيت باش يقعد يشد لي. والثوم نحب نديرها مع طياب، الثوم توجو نحب نديرها في الطياب ما نحبش نديرها مقبل نرحيها ونخليها. نحب توجور كي نحرج النيجره تاعي دوكا نحرجها قدامكم نابي سنين الثوم ديالي. هاي ليك هذا فايزه اعطيني برك الزيت والملح. شوفي سيداتي اللي يحب يديرها حاره يدير بزاف في الدريس، واللي يحب شويه تي واش تحبي تي واش تحبي الحرور تاعك كيفاش يكونوا. انا ندير لها مغرفه فرسك زوج مغارف تاع فلفل دريس، ون دوك تجيب لي طاطا الزيت ونرابي لها سنينه الثوم. ثاني تجيب لي لاغاب تاع الثوم نرابيو لها الثوم ونديرو لها الكرويه. انا اليوم عندي في العائله يحبوا ياكلوها كيما نقولوا دواره شطيطها توجور يحبوا ياكلوها دواره. ما كاين يديرها بكبوكه كاين يديرها بسلو طوماطيش كاين يديرها عصبان. انا اليوم ندير شويه دواره للحشة وعصبان، الدواره الدوزيام تاعي نديرها عصبان
يعني يومين مولعي ثلاث ايام نجبدوها حبيبه عصبان، كل واحد حبه تاعو تاع العصبان ديالو. تما دوكاتيك انا درت لكم الطريقه، ما نقدرش ندير لكم كامل الطرق، درت لكم طريقه يعني حاجه خفيفه اللي كل مراه جزائريه تعرفها على بال، يعني ماشي حاجه جديده راح نديرها. دواره بالدرسه والحميصه والقليشه هي القرعه، حبيبات قرعه حبيبات لفت. كاين اللي يحب قرعه وحدها، كاين اللي يحب لفت، كاين اللي يحب يديرهم للزوج. كيما انا نحب ندير قرعه ولفت باسكو نحب ناكلهم في زوج. دونك سيداتي درت فلفل دريس، ندير شويه ملح، ندير الزيت هكذايا، قيس واحد زوج مغارف بيسك الدوار راهي فيها شحم يعني ما نكتروش. نديرها فوق النار ديالي تقلى شويه هذيك الدرسه. جيبي لي طاطا الماء، نغطي لها الثوم ديالنا، مبروك هاد العيد علينا. تحب الثوم، هي تحب الثوم وتحب الدرسة، يعني قد ما ديري ثوم ودرسة ديري، سيختو لكان العائلة تاعك تاكل الحار بنتها كامل في الثوم والدرسة. اليوم راهي معايا طاطا فايزة راهي تعاون فيا، هي كما نقولوا القدوة تاعي، هي والوالدة تاعي، يعني ربي يحفظهم ويطول لهم في عمرهم. قد ما نكون نعرف ما نعرفش كيما النساء تاعنا الكبارات، راهي اليوم تعاون عليا مي ما حبيتش تبان في الكاميرا، صافي اليوم انا راني وحدي هنايا، مي هي راهي تعاون فيا. نديرو الثوم ونديرو الدرسة والملح والزيت، وتحبي تقلي شويه تحبي تمرقي، هي تتفاصل درسة ما عندك ما تمرقي فيها. اذا كان عندك ما سخون من الافضل ديري ما سخون. عندنا التاب اللي تحبو دواره كرويه، اختي كرويه تحبها بزاف الدواره، هي بنتها كرويه والعكري. دوك انا اليوم اللي ضيق الوقت يعني راح ندير لكم عكري هكذا، بصح انا ماشي هي هذه هي العاده تاعي تاع اللي نحط فيه العكري في المرميطه. انا نهارات توعي نحكم العكري هدايا نديرو في كيما نقولوا بزاره هكذا، وندير له الزيت، والزيت هذيك هي اللي نستعملها في الطياب ديالي. توجور نستعمل الزيت تاع العكري، ما نستعملش العكري هكذا، باسكو كي ديريه العكري في المرميطه تاعك في الطنجره تاعك او يطلق واحد المروره، سيختو لك كثرتي اختي. ما المدى بك ديري لها كيما راني قلت لك الطريقه اللي قلتها لك. بلا ما ننساو الحميصه ديالنا اللي كاين بزاف ربات عائلات يفضلوا يشمخوها ويغلوها، انا نفضل نطيبها مع الدواره، سيختو في طبق الدواره، الدواره يتشد شويه طياب، صافي انا نفضل نطيبها معاها باش تلق البنه ديالها كلشي يطيب مع بعضها كي تعرف الاخت كلشي يطلق بنته. وانا الاخت الدواره هذه راني كنت قطعتها مقبل وغليتها صافي، وراني غليتها كي ديريها تغلي الاخت ديريها شويه ملح باش تدي شويه بنينه، بس كي ديري ما ديريلهاش الملح هي تقعد سانطه، ديري لها الملح وديري لها قطعيها. وهذه هي الطريقه الاخت كيما راكي تشوفي نقطع الدواره ديالي هذه اللي راح نحضرها معكم دوكا ونعاود نوريها لكم. الاخت الكريمه بعد ما جزنا فاصل قصير اللي كنت انا قطعت فيه الدوار تاعنا وجدتها، بعد ما لاصوص تاعنا تكون غلات نحكموا الدوار تاعنا نديروها. انا يا شوفوا ما ياكلوش عندي في العائله تاعي، ماشي كامل ياكلوا دواره، صافي الاغلبيه راح ياكلوا زلديف، وانا ندير غير في هذه الطنجره ديالي صغيره هذه ونخليها تكتك. تما دوكا ملي كملناها دوكا ملي غسلناها صباح مور ذبيحه، مور ذبيحه مور ما ذبحوها غسلناها، حكمت انايا دواره غسلتها وكامل وجدتها وحده وجدتها انا والعرايس ديالنا وجدتها وكامل. انا جيت دركاتك باش ندير الطريقه تاع التحضير معاكم، صافي راح النص انا طيبناه والنص انا نطيب فيه معاكم على المباشر. هنايا هاد القدره ديالنا تاع الفخار،
وتطيب في غرضها، ثم تقعد نخليها ثلاث سوايع زوج سوايع نخليها تكتك مغلق عليها كيما راكي تشوفي. كريم كبرت الحمايه صارت في الدريس تاعنا الكرويه. ما ننساش الاخت كريمه ندير لها شويه طوماطيش تاع الباطا، طوماطيش تاع الباطا باش على جال بالناظر بعد ما تضرب غالي. انا درك ما نقدرش راح ندير لكم كامل التفاصيل في وقت واحد، انت عندك الوقت ديري لها هذه الكميه تاع الطوماطيش وغطي عليها وخليها طيب في غرفة مرة على مرة، طلي عليها شوفيها إذا نقصها شوية ما زيديها، هي من الأفضل طيب في الماء اللي راهي فيه. بصح هي تشد شوية طيب، بصح أنا عندي الخرفان تاعي صغار صافي توك تمتمي طيب. مرة على مرة نزيد لها شوية ما ونخلوها طيب في غرفها. دوك أنا يا الأخت كريمة نجوز للطبق الثاني اللي هو البوزيوف، نحي هاد الطنيجرة اللي قدامنا نديرها طيب في الطابونة الأخرى ونطيب معاكم طبق تاع البوزيوف اللي كاع النساء الجزائريات يعرفوه. برك حنا اليوم حبينا نشارككم فرحه تاع العيد تاعنا، واش نديرو في العيد واش نطيبو كيفاش نجوزو نهارنا. طاطا فايزه عطيني برك حاجه نفدها ديريها في الفرن ولا خري طيب، ونجوزو حنايا الطبق الثاني اللي هو البوزيوف اللي هو معروف يعني كيفاش الطريقه تاعو. اللي بعد ما يدبحوه نجيبوه نشوطوه، كاين اللي تشوطو فوق طابونه، كاين اللي تشوطو في شاليمون، كاين اللي تقول لك انايا نحب نشم فيه ريحه النار تشوطو تشعلو الجمار سبيسيال وتشوطو تشوطو كيما راكي تشوفي الاخت الكريمه. هذا بعد ما شوطناه وغسلناه بالطبع حكمنا الايزيس ولافات، يعني احنا نحبو نغسلوه مليح مليح، حكموا الايزيس ولافات نحكو نديروه في الماء ونقعدو نحكو فيه. كشغلك تحكي في الماء عندنا اخت؟ حكيه مليح ما تخلي فيه والو تاع كيما نقولو هذيك الحموم. هذا راكي كيما تشوفيه، وهذا راني كنت غسلتو ثاني وقطعتو وجدتو باش نحضرو معاكم، وهذا ثاني دوكاتك نوجدوه انايا. كل امراه جزائريه كيفاش تحب دير الطبق تاعها تاع البوزلوف، كاين اللي تحب ديرو في الفوق، كاين اللي تحب ديرو شطيطحه، كاين اللي تحب تاكلو مفور بالقارص والمعدنوس، كل وحده وكيفاش تحب، كل واحد كيفاش تحب العائله تاعها تاكل. انايا هنايا راح نديرو شطيطحه كيما دواره، يحبوا توجور العائله تاعي يحبوا المرقه الحمراء. صافي عندنا درسه تانيك، درسه كيف كيف هنا نحو غير الكرويه نديرو كمون، درسه زيت ملح حميصة، لا تعطيني الحميصة، حميصة والماء. وما ننساوش حنايا كجزائريين كل طبق كل حاجة عندها حكاية. دوك نحكي لكم حكاية تاع البوزلوف، كيما نحكي لكم واحد في واحد العائلة يقولوا ناس زمان، واحد الشيخ جاب لعروسته جاب لها بوزلوف قال لها شوطيهولي، قالها شوطيه وغسليه، حكمت تشوط وتغسل فيه وطيب فيه، طيباتو عجوزتها ومن بعد كي تلحق وقت التسربيه لقات غير كيما نقولو كمية تاع لابارتيغ تاع النيف، قاتلها بلي كيما قالو يعني خلات لها غير النيف، هي ناضت ما نعرفوش طيب وتقولها فرشي لعجوزتك وقولي لها لالا وماهيش لالا. منا خرجت الاغنية تاع فرشي لعجوزتك وقولي لها لالا وماهيش لالا، طيب تزلف وخلات لي غير النيف. صافي كل طبق جزائري عنده حكايه. شوفي الاخت كريمه درسه توم، توم كيما دواره، شويه فلفل عكري، شويه طوماطيش تاع الباطا، كمون كمون، هذا هو هذا هو الزليف، يعني يجي خفيف يجي كيما نقولوا تقدري تاكليه، والحميصه ديالنا ونرميو الزليف تاعنا. بعد ما كنا يعني نحينا له العظام ونقيناه نحينا يعني ندلنا الحاجه اللي تصلح واللي ما تصلحش نحيناها. انا ما نديروش هنا كامل صافي ندير شويه، كاين اللي يحب ياكلو مفور بالقارص، كاين اللي يحب ندخله له للفوق. ما تنساش الاخت الكريمه كيما يعني الزليف بعد ما نشوطوه ونغسلوه نديروه يغليو، نديروه يغليو الخطره الاولى نحولوا شويه هذيك الغليه تاع الماء تاع الخطره الاولى تاع الريحه تاع النار تاع التشواط
نحيو له هذاك الماء ونعاودو له ماء جديد يغلي فيه. ندوزنو هذاك الماء، ما تخليش ماء وحده الاخت، دوز ندير له شويه ملح وريقه رند حبيبات ومراستوم، ديري له حبيبه بصل، دوزنيه تخلي هكذا كيجي صامط ما يجي فيه حتى هو. تسمى من الافضل انك تدوزنيه ومن بعد تيك تحكميه، بعد ما يطيب تحكميه ديزوسيه كيما راكي شفتي الطريقه ديزوسيه. انا ما كانش عندي وقت باش نديزوسيه قدامكم، وتحكميه طيبيه الشطيحه ديالك وكلي بالصحه والهنا انت والعائله تاعك. يعني وكاين بزاف طرق يعني طيب تقديم البوزلوف، عندنا بوزلوف هكذا شطيحه، عندنا بوزلوف تقدري ديريه بيض تانيك يوم العيد ناكلو كبدة في الفطار، وناكلو في الحشا دوار بوزلوف راه تضخمو. تسمى كاين ناس بزاف يقول لك لا انا ناكلو بالقارص، انا نخليهولي مفور نحسن له قارص شويه معدن شويه توم وناكلو. كاين اللي يحبو في الفوق، كاين ما يطيبوش كاع هذاك النهار، اغلبيه ما يطيبوش كاع هذاك النهار، يطيبو غير بوزلوف وهو يخليه يقول لك نديرو عصبان ومن بعد كي نقعد ونتنحالي القهمه تاع العيد نطيب العصبان تاعي. كل واحد وكيفاه. دوكا الاخت راني وريت لكم الطريقه قدامكم تاع البوزلوف والدواره، وبعد ما نكونوا قطعنا تاني الاخت ما تنساش البوزلوف نقطعه في الوسط، هنا في الوسط نحولو بالمخ ديالنا. صافي حنا عندنا اطباق بزاف في العيد، عندنا بوزلوف دواره ونحي هذا المخ نديروه شطيحه، نديروه شطيحه بالكمون وفلفل ادريس تاني والبيض نفقسوه فوق مع الاخر البيض والكبده تاني. الكبده نكونو طيبناها في الفطار، كاين اللي يحب ياكلها شوا، كاين اللي يحب كيما نقولو يديرها شرموله، هي الاغلبيه ياكلوها شوا مع مع لي فخيت ولي سالاد. هذا هو الفطار تاع كل عائله جزائريه يوم العيد، وحشيه عندنا دواره بوزلوف والمخ. هذه هي الاخت الكريمه يعني اجواء تاع العيد تاعنا في عيد يوم الاضحى المبارك. دوك الاخت انا نغطي البوزلوف تاعنا ونخليه يطيب في غرضه، والثوم الاخت انا ما درتلوش الثوم، دوك نديرو الثوم ونخلو البوزلوف تاعنا يطيب في غرضه والدواره، ونتلاقاو ان شاء الله في الجلسه تاعنا تاع يوم العيد في اطباق التقديم تاعنا، اطباق الطبق النهائي في القعده ديالنا. مشاهدينا الاعزاء في المرحله الاخيره وهي مرحله تقديم الاطباق اللي كنا حضرناهم كيف كيف. الطبق الاول هو عباره عن البوزلوف، والطبق الثاني اللي هو عباره عن الدواره اللي زدنا لها في الاخير المرحله الاخيره القرعه باش تقعد على حالها، تقعد شاده روحها ما تفسدناش ما تحرحرش، وزدنا طبق اللي هو الكمونيه ولا الكبده المشرمله اللي كنا قلينا الكبده ودرنا لها لاصوص، وتانيك اللي فخيت اللي ما نستغناوش عليها يوم العيد مع القلب أونصوص، وبطبيعة الحال البوزلوف نزيدو معاه المخ اللي نفقسو فوقو البيض أونصوص تاني ولاصالاد. وبطبيعة الحال كيما نقولو الأطباق الجزائرية تاعنا غنية على التعبير، وما نساوش المضلوع وشبح الميدة. وهذه هي الأطباق اللي في كل بيت جزائري يوم عيد الأضحى تاعنا. وش راح نقول لكم مشاهدينا الاعزاء؟ صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير، والعقوبة العام الجاي ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم الصحة والهنا. بنادم اليوم يزور أهله، بنادم اليوم يزور أهله، بالفرح والهنا يكمل له، بالفرح والهنا يكمل له، يطلب ربنا يغفر له إلا هو يدوم، وعلى النبي الشفيع نصلوا في نهار اليوم، نصلوا نهار اليوم.